والله هي بعد تعبر بعد على قوة الجزائر الإقليمية والدولية والاسترجاع التام والمهابة تاعنا بين الأمم. وهكذا أنا نحس احنا كشعب كاين تغييرات وكاين الحمد لله الأمن والأمان، ورجع عندنا جيش محترف بمعنى الكلمة، ماشي قال كما بعض أشباه الرجال، يعني عندنا السيادة والسيادة معترف بها دوليا، والحمد لله رانا نعيشوها، وحتى حق المواطنة والمجتمع المدني راه يعيشها، يعني كاين تغييرات الحمد لله راه واقعة في الجزائر.